مساء الخير عليك الزميل العزيز احمد سمير. طبعا برحب بيك في البدايه وتحياتي طبعا لكابتننا كابتن احمد نخله وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك كريم. نطمن منك على تمرينه الفريق النهارده، التمرينه الاخيره قبل مواجهه الغزل بكره، ويهمني جدا يعني نعرف منك ونطمن الجمهور كمان على ملف الاصابات اللي زادت الحقيقه في مباراه الاهلي الاخيره في مواجهه الزمالك. يعني اقدر اقول لك تلاحم كبير جدا الحقيقه مع لعيبه النادي الاهلي وضغط رهيب من المباريات. يعني الاصابات امر محزن جدا للجهاز الفني لان بتفقد عدد كبير من اللعيبه في ظل هذا التوقيت الضغيط جدا لفريق النادي الاهلي، امر بيكون صعب جدا على الجهاز الفني. طبعا الكل بيستعد بكل جديه لمباراه الغد امام مباراه المحله، طبعا هي مباراه كاس ومباراه بطوله بالنسبه لفريق المحله وده المعتاد على اي فريق بيقابل النادي الاهلي. النهارده طبعا كالعاده الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان القائم باعمال المدير الفني اجتمعوا باللاعبين تحفيز بشكل كبير جدا وغلق الصفحه والمباراه الماضيه بكل ما فيها، ولابد يكون في تركيز اكبر خلال المرحله القادمه. بدا طبعا النهارده التدريب بالمحاضره ومنها مباشره طبعا احتفال كالعاده طبعا مع لعيبه النادي الاهلي بعيد ميلاد حسين الشحات اللي بنقول له كل سنه طيب يا حسين، منتظرين منك الكثير خلال الايام القادمه. جمهور النادي الاهلي منتظر تحديدا من حسين الشحات يعني مجهوده الكبير واموره طبعا واهدافه واسيستاته وكل الامور دي. فالنهارده يمكن لعيبه النادي الاهلي احتفلت بحسين الشحات في ارض الملعب وبدا المران. تعرف طبعا النهارده المران مغلق لفريق النادي الاهلي لكن تم السماح لنا طبعا كالعاده بالوقت المحدد للتصوير والتدريب. التدريب مستمر في هذه اللحظات، جرعات تدريبيه طبعا متنوعه بالنسبه للكابتن سامي قمصان. يا رب ان شاء الله التدريب يكون جيد ويستطيع النادي الاهلي ان يستفيد منه بشكل كبير جدا ويقدر الكابتن سامي قمصان يختار ال11 اللي هيمثلوا النادي الاهلي في مباراه الغد. ملف الاصابات زميلي احمد امر صعب جدا النهارده ويمكن عايز اتكلم من خلالك النهارده. عايز عايزين نقسمهم لانه الناس عينيها على ماتش المحله او عين بكره في ماتش المحله وعين على مواجهه بيراميدز في الكاس يوم الاحد اللي جاي، فخلينا نقسم الاصابات الخفيفه اللي عندهم او في فرصه او احتماليه ان هم ان شاء الله يكونوا جاهزين على ماتش بيراميدز، والاصابات اللي ممكن تكون هتاخد وقت اطول شويه فبالتالي اللعيبه دي مش هتكون معانا لا بكره ولا في ماتش الكاس. يعني طبعا الاصابات لو هكلمك بشكل عام على الاصابات مش هقدر اقول خفيفه لان الاصابات مطوله شويه. يعني عايز اكلمك في البدايه على احمد عبد القادر. احمد عبد القادر مزق في العضله الاماميه هيغيب لمده 3 اسابيع وده امر محزن جدا طبعا بالنسبه للجهاز الفني لان بنفقد لعيب مهم جدا مع عدد من اللعيبه، فيمكن ده امر مهم جدا حابين من خلالك نتكلم على احمد عبد القادر. احمد عبد القادر طمنا طبعا من الجهاز الطبي على الاصابه لكن اصابه تطول توصل ل3 اسابيع مزق في العضله الاماميه. بيليه علي معلول شد في العضله الاماميه بيغيب ايضا كمان لمده 10 ايام. يليه علي معلول حمدي فتحي شد بسيط في العضله الخلفيه 10 ايام. حسين الشحات كدمه قويه جدا في الكاحل ويمكن كمان هقدر اقول لك بلغه الكوره مسمعه كده في وتر اكيلس، لكن محطوط لحسين الشحات موعد مبدئي لمده 1 اسبوع ان شاء الله بالتاهيل يكون يعود من جديد لفريق النادي الاهلي. ايمن اشرف عنده التهاب قوي شويه في الركبه، اقدر اقول لك كمان ايمن اشرف لمده 1 اسبوع. ديانج هو يمكن الامر اللي احنا حابين نطمن عليه كل جمهور النادي الاهلي، ديانج ماشي في التاهيل بشكل طيب جدا ان شاء الله باذن الله من تطمينات من طبيب النادي الاهلي يكون متواجد ان شاء الله باذن الله في مباراه بيراميدز ده تحديدا بالنسبه لديانج لان ديانج قطع شوط كبير جدا في التاهيل المخصص ليه والبرنامج التاهيلي الموضوع له. علي لطفي مستمر الحقيقه في التاهيل، الكدمه الحقيقه اللي كانت في ايده الفتره اللي فاتت مستمره معاه ومستمر في التاهيل. علي يمكن ما بيشاركش في التدريبات الجماعيه او اي امور خاصه طبعا بتدريبات حراسه المرمى لكن موضوع له ايضا كمان اسبوع يا رب ان شاء الله يكون جاهز خلال الايام القادمه. منعم طبعا اللي بيطمن ايضا جمهور النادي الاهلي عليه، منعم النهارده بياخد جزء بسيط من التدريبات لكن مش هيشارك في تدريبات الكره لكن قطع شوط كبير جدا في التاهيل الخاص به، فنقدر نقول تدريجيا ان شاء الله بعد مباراه الغد منعم يكون متواجد بشكل كبير جدا مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه ويا رب ان شاء الله كمان يكون النادي الاهلي او الجهاز الفني يستعين به في مباراه بيراميدز. عدد كبير جدا 8 لاعبين احمد، طبعا امر صعب جدا على فريق النادي الاهلي وعلى الغيابات لكن هناكد في كل مره اي 11 يكونوا متواجدين لابد يكون في بذل كبير جدا من المجهود وتضحيات كبيره جدا لان مرحله مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي، تلاحم كبير جدا عندنا كل كريما. عرفت انه عمار رجع النهارده من الدوحه مظبوط؟ هل عندك معلومات امتى ممكن يخش او عمار يمكن رجع لكن لم يتواجد في انا عارف انه لم يتواجد بس هل في معلومه يعني ممكن نشوف في عمار القريب ولا الموسم ده ممكن يبقى بره الحسابات؟ ما عندكش المعلومه دي؟
عمار لا يعني عمار لسه شويه، يمكن اكرم توفيق هو اللي يمكن عدى شوط كبير جدا 4 شهور ونص، عمار لسه شويه، عمار فاضل له يعني نقدر نقول في خلال شهر ونص او شهرين يقدر ان هو ياخد تدريبات بسيطه جدا مع العوده، لكن باستثناء طبعا عمار واكرم اصاباتهم مطوله شويه، الاصابات اللي احنا معانا يعني 10 ايام وثلاث اسابيع ده امر صعب جدا، لكن بنامل ان شاء الله يكون في استجابه واستيعاب للتدريبات للعيبه طبعا الخاصه بالتاهيل، يا رب ان شاء الله باذن الله مباراه الغد تكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي، اللعيبه تكون متواجده عارفه قيمه المباراه واهميه المباراه، لكن امر صعب جدا الاصابات اللي انا ذكرتها معاك زميلي احمد. نتكلم على وجود كابتن خطيب النهارده، اعتقد واحده من النقاط الدعم المعنوي المهمه جدا بالنسبه للجهاز الفني نمره واحد كابتن سامي قمصان والجهاز المعاون ليه وكمان للعيبه في التوقيت وفي الظروف الصعبه اللي احنا كنا بنتكلم عليها كريم. بالتاكيد طبعا زميلي احمد وجود الكابتن محمود الخطيب في هذا التوقيت مردوده بيكون كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، يمكن الكابتن الخطيب ما اتكلمش مع لعيبه النادي الاهلي لكن وجوده يعني بيكون امر مهم ورساله مهمه جدا في ظل هذه المرحله الدقيقه جدا اللي احنا بناكد عليها، يمكن هو متواجد طبعا بيتابع التدريب، حديثه على طول مع الكابتن سامي قمصان كان حديث سريع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ بيطمن طبعا على اللاعبين وعلى الاصابات الكثيره جدا، الامر ده يمكن صعب شويه مع لعيبه النادي الاهلي في خلال المرحله القادمه، مباراه الدوري ثم مباراه النوك اوت ومباراه الكاس بتحتاج تركيز كبير وبتحتاج مجهود اكبر وبتحتاج دكه بدلاء قويه جدا، فيا رب ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نتخطي مباراه الغد وحسابات بقى خاصه جدا في مباراه الكاس مع الكابتن سامي قمصان وعلى الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني بالكامل ان شاء الله زميلي. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد من داخل